بصي، هو انا بتاثر بال الاجابه لما يبقى فيه نقد. يعني انا دايما لما حد يسالني بقول له طب ايه، يعني ماشي اوكي حلو من وجهه نظرك، ايه بقى اللي ممكن ما يبقاش حلو؟ ما هو لازم هيبقى فيه حاجه دي تهمني اكتر. بس احب دايما ان انا اعرف الراي من العين اللي قدامي، ما اعرفش امسك انا كان عندي واتسرق فقلت الحمد لله، لكن ما اعرفش انا مين ده اللي بيكلمني او بيقول لي وجهه نظره وبتاع، ثقافته ايه، خلفيته ايه، تربيته ايه، بيشتغل ايه. لكن لما حد يبقى قدامي ابقى شايفه ده، انا عندي التواصل بالعين ده اهم حاجه. ما اعرفش يعني، ما اعرفش، بس الحمد لله يعني على الاقل الكم اللي انا عملته سينما يعني الحمد لله ادوار بتسيب، اعتقد بتسيب بصمه خفيفه يعني، سواء الحرامي او العبيط، عبده موته، عمر وسلمى، يعني الحمد لله يعني كذا حاجه وبيسيبوا اثر يعني حلو اعتقد يعني الحمد لله. اتمنى طبعا يعني اشتغل، بس السعي اصله سعي ان انت لما يجي لك حاجه دور تجتهد فيه وتعمليه على قد ما تتمني ان هو يطلع يعني، وهو ده السعي اللي انا بعتبره، ان هو السعي نتيجه العمل اللي انت عملته، النتيجه بتاعته ايه لما يتعرض، انت سعيد فيه واجتهدت فيه هيجيب لك شغل تاني، هيسيب اثر حلو عند الناس، ده يعني بيعمل لي حاله رضا الحمد لله. يعني مش عايز اقول اللفظ غير يكون دقيق صح جدا، بس الاتنين بيعلوا مع بعض قوي 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 قوي. هو كل واحد طبعا عنده نجوميته، لكن هما الاتنين مع بعض بيعملوا حاله حلوه قوي قوي يعني. وانا شخصيا استمتعت وكنت محظوظ ان انا اشتغلت معهم هما الاتنين يعني. اكتر اتنين تلاتة، لا كذا حد والله، كل اللي اشتغلت معاهم يعني، سواء اللي اتقابلنا فيس تو فيس يعني. محمد رمضان ليا مواقف معاه حلوه طبعا، لان في اكشن بينا كتير. لا مفيش، لان هو انا زي ما بقول لك يعني مفيش حاجه حصلت يعني بره اطار الشغل، فلان هو محترف قوي في الاكشن كمان يعني. لكن في عماد اسماعيل، عماد صفوت، انا بقول عماد اسماعيل بتلخبط لان هو عامل شخصيه اسماعيل، ده كان في مواقف ما بيننا لطيفه جدا، وهو ممثل قادم جدا يعني جاي في المستقبل، التيب بتاعه والكاركتر بتاعه ده مش موجود في السوق قوي. بالاضافه ان احنا كان في بيننا اكشن وهو اول مره يعمل اكشن، ففي البحر بقى واحنا بنتخانق في اوائل الحلقات ديت وبتاع، لما مسكني في وحبسني في العشه، اسماعيل في بنيه كده لبست، بس الحمد لله ان لبست خفيف، فده موقف برضو كان لطيف جدا. بره التصوير بقى هو حد يعني ممتع يعني، تقعدي تتكلمي معاه، حد قاري مثقف، حد يعني حد حاضر موجود في الحياه يعني. محمود غريب نفس الحكايه، اللي كان عنده شخصيه صادق. محمود برضو اتقابلنا قبل كده في كذا عمل، وهو صديق وممثل جميل وانا بعتز بيه يعني، بحبه على المستوى الشخصي كمان. استاذ بقى كمان خلصت الشغل معاهم، انا للاسف بقى ما يعني طبعا عشان هربان فبعيد عن العيله كلها، ما اجتمعتش معاهم في مشاهد، فللاسف. بس انا بستمتع بيهم طبعا، لان انا بتفرج على الشغل زي الناس، قاعد بتفرج عليهم لاول مره، ما شفتش فعاملين لي حاله حلوه يعني. في بعض الممثلين مش بيحبوا يتفرجوا على شغلهم، فانت من النوع ده؟ بص، هو دايما الواحد يعني بيبقى ناقد لنفسه شويتين يعني، بيقرص على نفسه شوية. أنا ما بحبش أتفرج، لأن مهما كان برضو اللي بتفرج معاهم لو في حاجة مش هيبقوا صراحة معايا قوي للدرجة دي عشان ما يحرجنيش، لو في حاجة مش عاجباهم أو حاجة وقع مني تفصيلة بتاع الحاجات دي كلها، إلا مراتي طبعا وهي ممثلة سامية عاطف، فطبعا بتقولي بمنتهى الصراحة والوضوح يعني، يعني هي الوحيده اللي ممكن اتفرج معاها على حاجه يعني، حاجه ليا. غير كده بحب دايما اتفرج لوحدي يعني، لان ببقى عارف ان هنا كان المفروض يحصل كذا، طب ليه ما عملتش كذا، طب ليه ما قلتهاش بالطريقه دي، طب ليه بصيتك هنا مش كده يعني. دايما الواحد بيبقى جلاد على نفسه شويه. بعد كل السنين والخبره دي بتحس ان لسه في حاجات في حاجات ما اتغيرتش بعد السنين دي كلها اللي انت بتحكي عليها دي. انا اول يوم تصوير او قبل التصوير بتبقى بطني ملعبكه، وسوري يعني في الكاميرا بيبقى عندي اسهال
واول يوم تصوير ده بيبقى توتر غير عادي، وكاني اول مره اقف قدام الكاميرا لان انت بتبقي برضو لسه بتدوري على الشخصيه، عايزه تمسكيها يعني. ف يعني انا بالنسبه لي اول يوم ده وتاني يوم ممكن كمان بيبقوا من اصعب الايام بالنسبه لي في التصوير يعني.